وفي تونس تنتظر فئة العاطلين عن العمل الانتخابات القادمة، تنتظرها بعين الترقب على أمل أن تبدل نتائجها حالهم الذي لم تغيره ثورة الكرامة. وتقدر الإحصاءات عدد العاطلين في تونس حاليا ب 700 ألف شخص. من هنا انطلقت شرارة الثورة التي ألهبت الربيع العربي. سيدي بوزيد الأسطورة لا تبدو عليها ملامح عافية تليق برمزيتها، فمدينة البوعزيزي الذي أشعلت ناره الأرض تحت قدمي بن علي لا تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وانعدام فرص العمل الحر لدى الكثير من الخريجين الذين باتوا يمتهنون البحث عن التفاؤل، متكئين على أرصفة وارفة يرتشفون قهوة الأمل بوعد اسمه مستقبل. قد تحمل بشائره انتخابات هي عنوان هذه المرحلة بالنسبة لشعب أراد الحياة. انتخابات معناها إذا كان مش تصير بطريقة ديمقراطية وشفافة يمكن تنفع البلاد، ممكن تعاون الشباب هذا وتقضي على البطالة معناها وتحاول تقنع حتى اللي ماهوش فاهم تقنعه. فهمت ولا؟ إذا كان مش توقع انتخابات معناها بطريقة غامضة لو أعلم بها عاد وراها عباد متخفية أجندة ماهيش قادرة باش تخدم البلاد هذيا. سبعمائة ألف تونسي هو عدد العاطلين عن العمل بحسب مصادر الوزارة الأولى في البلاد، يشكل الجامعيون 30% منهم. أضف إلى ذلك الكثير من الأطباء الذين وجدوا أنفسهم بعد سنوات طويلة من الدراسة على مقاعد المتنزهات العامة. في منظوري أني ثم ثورة صارت في الشارع مطالبة بالقطع مع المحسوبية والعلاقات وهذا، لكن ما تبدل شيء. خاطر في منظوري الخاص أن الثورة وقعت في الشارع صحيح، لكن ما وقعتش على مستوى العقول، على مستوى السلوك الباطني. شعارات ثورة الحرية التي انطلقت من هنا وأشعلت معها عددا من الثورات في العالم العربي تزين جدران سيدي بوزيد التي تعبر فيها وجوه أخرى من أبنائها عن آمال من نوع مختلف. أول حاجة نطلب بها الحرية الشخصية اللي كانت مفقودة تماما. نلبس خمار ما نلبسش، نعم الحرية الشخصية سيرتو. عدد من الوفود الحزبية من كافة الأطياف زارت المدينة في الأيام القليلة الماضية للترويج لمرشحيها وبرامجهم الانتخابية، ولكن من المبكر الجزم بكون تلك الأحزاب تمتلك بالفعل حلا سحريا لأزمة البطالة التي ما برحت تقصم ظهر المجتمع.